زينة أهلا بك. يعني الجامب سوت الأوفر أول لباس القطعة الواحدة تختلف التسميات ولكن نتيجة واحدة. نتيجة واحدة. هل الجامب سوت هو موضة دائمة موجودة ولا هل درج مؤخرا؟ لا رويا أكيد أنه الجامب سوت هو موضة دائمة موجود كان كتير من زمان وضل مكمل معنا. السيدات أوقات يمكن شوي بخافوا منه لأنه نوعا ما بيعتبروه أنه بفصل الجسم، يعني ما كتير فينا بس نحكي الجامب سوت، نحكي عن فورمات كتير مزبوط أو حتى شيب أجسام مختلفة، لأنه يعني بيجي عادة يا كتير ضيق يا مثلا واسع ماكسيموم من تحت، بس ما فينا كتير نشوف أوفرول واسع من فوق لتحت. عامة بناسب أنواع معينة من الأجسام. ما الأجسام أو من هي الفتيات اللواتي يستطعن ارتداء الجامب سوت؟ هلأ حنحكي عن كل واحد ونفسر شوية أي كل واحد كل أي فورم جسم يعني يناسب الجميع ولكن بقصات منوعة سنتعرف عليها. صحيح من القصات المتنوعة رح نتعرف عليها. هون مثلا جبت معي اول جامبس ودائما بتلاحظي راويه بس يكون في هيدي الشيب تبع القصه اذا من الكورسيه اللي كانت درجه كثير قديمه التي تفصل الخصر. صح تفصل وبتعطي اذا بدك هيك نوع من خصوره يعني للخصر وهيك. بس نحكي عن هيدي القصه اللي بتجي حتى من تحت جالسه بنكون عم نحكي شوي عن فتاه كثير رفيعه اذا بدنا نقول هيدي هي الكلمه. هون عم نشوف قد ايه هيدا الجامبس فينا نعتمده بطريقه كتير سبور، يعني نلبسه بأياماتنا العادي وفينا كمان نلبسه بالليل إذا حطينا معه كعب مثلا من لون البشرة وهيك لأنه زهري. وأنا حبيت أحكي أول شيء عن هيدا اللون يلي شفناه كتير، صرنا شي ثلاث صيفيات منشوف هيدا اللون اللحمي. صح نيوت. سو كمان عم تشوف هون الجامب سوت إذا لاحظتي هون القصة من تحت واسعة نوعا ما. هلا بيجي مخصور وبتجي القصة واسعة، بس هيدا اللي كنت عم جرب أقوله إنه دائما يعني بالاغلب الاوقات الجامب سوت بيجي ضيق من فوق. صحيح. يعني البنطلون اكثر ممكن اذا السيده عندها ارداف تعتمد القصه اللي هي اوسع شوي من تحت. نعم. هون بدي فرجي هيدا الجامب سوت اللي هو من النوع الجلد. جميل. كمان ايه حلو كثير هيدا، هيدا كمان كثير بقسم الجسم اصلا بس نحكي جسم بس نحكي سوري جلد، بنعرف انه شوي الجلد بيعطي تقسيمات معينه للجسم. هيدا الستايل كثير حلو اذا لبسناه عشيه حطينا معه اكسسوارز ذهبي او شيء بصير كانه الجامب سوت يعني ممكن يحل كثير محل فستان رسمي. نعم. يعني محل فستان سهره. هون جبت جامب سوت كثير مهضوم للنهار خارج الصيفيه. صح خارج الصيف فينا نلبسه على البحر او فينا نلبسه مثلا بالنهارات مع حذاء رياضي بالاجر هيك يكون كثير كاجوال حتى يمكن كسر ستيل او مظهرنا من خلال الاحذيه التي نرتديها ان كان كعب عالي او حتى حذاء رياضي. صح صح ودائما بس نحكي عن القصات الجالسه فينا اكثر نحكي عن حذاء رياضي بس يكون القصه شوي واسعه ما بقى كثير فينا نلبس كعب. هيدا الجامب سوت انا كثير بحبه ليكي قد ايه مهضوم بيجي. نعم. جينز هيك البادجز اللي موجودين عليه هيدا مثلا حلو كثير اذا لبسناه بالنهار بالصيف يعني نلبس معه باجرنا مثلا حذاء رياضي او ساندال مثلا مفتوح. بس يكون سبور. نعم. عم فرجي هون قد ايه الجامب سوت كمان في يكون كثير يعني منه رسمي يعني في يكون كثير ينلبس بطريقه مهضومه. هون حبيت فرجي كيف اوقات الجامب سوت في يكون لباس تحت تيابنا يعني طبعا. فينا مثلا نلبس هيدا الجامب سوت فينا نحط فوقه عبايه فينا نحط فوقه بليزر فينا نحط فوقه حيلا شيء مهضوم. سو هيدا انا بالنسبه لي من الضروري انه يكون موجود بخزانه كل سيده مثل الليجنج اللي نحن بنلبسه اللي بيكون موجود عندنا. جميل حتى هنا. بألوان متعددة يعني بما أنه يصلح لأي شيء فوق كارديجن أو صح يعني جفن. إذا عندك من هيدا راوية أسود وعندك واحد باج بصير شو ما كان فيك تلبسي فوقهم يعني الباج فيك تلبسي فوقه جاكيتات مثلا ملونة والأسود. نعم. فيك أبيض وكمان ملون. هون كمان عم نشوف الجامب سوت فينا نعتمده بالنهار وفينا نعتمده بالليل. هيدا القماشة عادة بتنصح يعني لازم يكون شوي الجسم رفيع لأنه أصلا الجسم الرفيع بتعطيه صح بتعطيه شوي نصاحة أكثر. كمان مثل ما قلت لك هيدا مثلا انا ستايل بحبه كثير مع بوتين عالي يعني اذا لبسناه لانه ضيق بنحط فوقه مثلا بوتين ابيض كرمال يكسر بيطلع مهضوم. هون اذا بدك هيدا الستيل كنت عم قلك كمان في يكون عندنا منه مثلا على باج اصلا هذه القماشه معروفه اصلا انها للفساتين
صح عادة. صح هي انعرفت كثير بالفساتين القصيرة أو الطويلة شوي تحت الركبية، كمان شفنا منهم جامب سوت مهضومين. هون بدي فرجي شوي جامب سوت نوعا ما واسع، يعني هون فينا نحكي عن سيدة يعني وزنها مش كثير ممتلئة. سو هون عم نشوف القصة الواسعة شوي من فوق، الكولباتوي اللي بتجي هيك شوي بتقشط على الكتاف، وعم نشوف انه البنطلون كمان واسع. نعم سو هيدا فينا نعتمده لوك ليلي بامتياز، يعني اذا حطينا سانتور مثلا فينا نلعب بالحزام يكون ملون يكون اسود يكون جلد ونعطي لوك كثير مهضوم. وهون عم نشوف هيك جامب سوت الوانه يعني اسود، بس هون للسيد اذا بدك شوي العباله تكون جريئه او عباله تكون شوي ستايلش هيك كثير على الموضه، هيدا الجامب سوت فيها تلبس باجرة يمكن بوتس مثل ما انا لابسه انكل بوت ما ضروري يكون كعب، وفيها بالليل اذا حبيت تلبس شيء سكربينه معه كمان تعتمده. وهيك بنكون اصلا حتى الجميل بالجامب سوت او اللباس ذات القطع الواحده انه يمكن اضافه الجاكيت اللي كانت الجينز او حتى الرسميه لنكسر، يعني يلبس بكل الفصول. صح اول شيء بكل الفصول، ثاني شيء كثير بسهل علينا، يعني اليوم الجامب سوت اول ما خلص تلبسيه بصير كانك لبستي يعني قطعتين، يعني ما كثير بتفكري بعد بالاوتفيت كاوتفيت لانه هو بحد ذاته قطعه واحده بتغنيك عنك تقعدي تفكري شو بدي البس من تحت وشو بدي البس من فوق. ومثل ما قلت يعني دائما فيك حتى فينا نحط بليزر نسكرها نحط فوقها حزام بتصير كانك انت بس مستعمله منه البنطلون، يعني فيك تضيعي تشتري جامب سوت واحد وتلبسيه بعده طرق. ومن خلال النصائح التي اعطيتيها يعني نعرف بانه اي فتاه يمكنها ان تلبس الجامب سوت، ولكن يجب ان تراعي قصه يعني وين هي مليانه. صح. ان كان على منطقه الخصر او الارداف وعلى اساسها بتشتري القصه. نعم. صحيح، ودائما بقول انه عاده جامب سوت ما كثير محبس للسيدات اللي فيه مثلا بدانه معينه لانه بيفصل، الا اذا اعتمدت الجامب سوت لبسته وحطت فوقه شيء، اذا كانت حطت فوقه مثلا جاكيت طويله او حطت فوقه كارديغان هيك رقيق بس بخبي، بس انه هو الجامب سوت عامه لباس بيفصل. بدي اقول شغله عن جامب سوت، انه قبل كمان كنا كثير بس نحكي جامب سوت ما نروح على الشك فيه او على الشغل، هلا اليوم صرنا عم نشوف حتى بسهرات حتى على الريد كاربت سيلبرتيز برا قد ايه عم يعتمدوا الجامب سوت، واوقات كثير بيجي جامب سوت بيجي معه تنوره الطويله. سو هول السيدات اللي شوي عندهم وزن زائد فيهم يعتمدوها ليخبوا. اذا زينة صليبي زغزغي خبيره الصوره، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح لكل السيدات. شكرا لك. طبعا مشاهدينا وصلنا